النادي متجهزين متأكدين انكم جاهزين؟ كم واحد هون موجود معنا من الرابحين بالاسبوع اللي وصلتهم مسجات انهم حيشاركوا معنا اليوم بالسحر؟ كم واحد من الموجودين؟ How many of you from the people who participated in our daily raffle draw and who will take part here today? How many of you? Okay, I think we have like 20, 30. Okay, again, and one last time. Just raise your hands if you are one of our winners on our daily raffle draw, who we sent for them a text message telling them to join us today. Okay, yeah, we have found a lot of people. Great. So let me tell you what's going to happen. I want a kid to join me here on the stage to pick the papers. بدي ولد صغير يشاركني على المسرح مشان نختار الأسماء الرابحة. كثير صغير، كثير صغير. أنت قديش كيوت؟ تعال، تعال تعال. من هاي الجهة، من هون، من هون، من هون، من هاي الجهة. Okay, so let me tell you what is going to happen. خليني أحكي لكم شو اللي حيصير بالضبط. حيكون عندنا خمس أشخاص فائزين بجوائز طردية قيمتها 1000 درهم. So at the beginning we will have five people. They are going to be one of their consolation prizes. You will get every one of them 1000 dirham. It's clear, right? And we have one winner for the bigger prize, which is 20,000 dirham. حيكون عندنا الفائز الكبير الأول حيربح 20,000 درهم. وين الولد الصغير؟ جبنا من هالجهة. أكمل وطاع. وين الولد الصغير اللي جبناه؟ لا ناديت ولد، ناديت ولد. وين؟ تا كمل كمل، امشي لهناك لعند السكيورتي. من هون من هون من هون من هون. خلص أيوة جايك جايك. تا ادخل من هذا البوابة، طلعوا على الدرج. اوكي. So let me tell you what is going to happen if the person is not here. شرط من شروط الفوز بالجائزة هو التواجد شخصيا هون. One of the terms and condition that we need, if we call your name, you should be here in person. You cannot get the gift for your daughter or your wife. ما فيك تاخذ الجائزة لمرتك أو ابنك أو بنتك. لازم يكونوا موجودين هون شخصيا. تمام؟ So now I'm gonna start calling five names for the consolation gift. حنادي هلا جوائز الطردية لخمس أشخاص اللي قيمتها 1000 درهم. شو اسمك الأول؟ محمد. محمد. Can we have a kind of applause for محمد؟ فيكم تزافروا محمد؟ محمد هلا بدك تختار خمس ورقات ما تفتحهم أعطيني إياهم. وحدة وحدة تمام؟ يلا. اختار أول وحدة ما تفتحها أعطيني إياها. تمام؟ اللي بعدها؟ افتحها؟ افتحهم في الآخر. اوكي. أحكي الاسم هلا ولا أقوله في الآخر؟ اوكي، so the first name مريم خاور from باكستان. Yes, please join us. الاسم الثاني، the second name. Please, all the winners, make your way from this way. The gate is here. Okay, the second name. Jamila Albaida من الإمارات. Jamila. Jamila, إذا أنت موجودة ارفع إيديك. جميلة البايدة من الإمارات. آخر رقم تليفون 484. جميلة البايدة من الإمارات. جميلة إذا أنت موجودة فنحن عم بننادي اسمك لتكوني أحد الرابحين معنا اليوم بجائزة قيمتها 1000 درهم مقدمة من بوادي هون. لآخر مرة جميلة البايدة من الإمارات العربية المتحدة، آخر رقم التليفون 484.
تمام. هلا رح نسحب اسم ثاني يكون مكان جميلة بما انها مش موجودة اليوم. The second winner is Muhammad Nizar from India. Muhammad, this way please. This way. Okay, let's choose the third name. نختار الاسم الثالث. لخبطهم كثير كثير. Come on. يلا طلعنا. الفائز الثالث معنا حيكون من لبنان. رنا سالم من لبنان. رنا سالم from Lebanon. طب تعي لا تعزمي حد، انت من هون. هاي مفتوحة. ما تبي جاي هيك؟ طب منيح فزتي. ايوه بس خليك واقف هون عادي، فيك توقف هون. زاف ولا رنا؟ يلا اختار كمان اسم، كم فايز ضل؟ اثنين. اوكي. اوكي. The next winner محمد الزيودي من الأردن. محمد الزيودي من الأردن. إذا حدا رفع إيده بس أشروله. محمد الزيودي من الأردن. هي رأيك كنت عم تسأل متى أعلنها؟ أنا ما طلعت واحد من الفايزين. أوكي. كمان واحد؟ لا ورا واحد. أوكي كم يبقى بليز جوين أس هير إن ذا ميدل؟ فيكم تقربوا هون للوسط؟ كونوا جزء معنا، قربوا. كونوا بالوسط. Come closer, be in the middle. تعال يا عم، قريب مني. نفتح الورقة. Okay, and the last winner for the consolation gifts, which is 1,000 per each winner. مريم الكتبي من الإمارات. مريم. موجودة؟ وين مريم؟ طب إذا وحدة فيكم مريم تيجي. تعي من هاي الجهة، مش عارف إذا أنتم شايفاني هلا، بس من هاي الجهة. If you can just guide her. تمام، هلا إحنا أعلنا أسماء خمس فائزين كانوا معنا بالسحب جوائز الترضية، وبحب أحكي لكم إحنا يوميا عندنا صعوبات فيها 10 فائزين يعني 500 درهم فيكم تشاركوا فيها عن طريق تسوقكم ببوادي هون. So now we have 5 winners. Can you please clap your hands for them? زافونهم! شكرا كثير لكم انكم كنتوا معنا. الفائز الثاني تفضل. Okay, so now we will announce the name of the winner for the 20,000 dirham, which is me. Thank you very much, see you tomorrow, bye! Nah, I'm joking. Okay, we will announce the name of the winner now. If we didn't call your name, maybe it's a good thing that you might be the winner of 20,000 dirham. إذا ما نادينا أسماءكم هذا يمكن شيء كثير منيح. إن حتكونوا رابحين ب 20,000 درهم. صح ولا لا؟ صح؟ طب متحمسين يا للنسمع؟ Are you excited for the name? I want to hear you shouting so we can choose the name. Are you ready? Okay. يلا نختار اسم الفائز. Are you sure? متأكد 100%؟ Before we announce the winner, please clap your hands for this amazing young man. شوفوا كثير يا محمد، بس خلينا نشوف إذا موجود.
Okay. The next winner, الفائز الأخير اليوم معنا اليوم بقيمة 20,000 درهم. I'm not ready. Like I'm physically not ready. فأنا مش جاهز. أنا خايف. Okay. Let me remind you. Every day we are having a raffle draw. We will have 10 winners. وكل يوم جمعة حنعلن أسماء فايزين بقيمة 1000 درهم لجوائز الترضية ب 25,000 درهم للفائز بالجائزة الكبرى. واسم الفائز اليوم بسحوبات بوادي مول أمل النعيمي من الإمارات. أمل النعيمي. أمل مش موجودة؟ أمل. 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 أمل النعيمي من الإمارات آخر رقم التليفون 461. 461. حيكون عندنا تايمر هون على الشاشة 40 ثانية. إذا ما كانت أمل موجودة معنا على المسرح قيمة ال 20,000 حتتقسم عليكم كلكم. So now, if Amal didn't appear here after 28 seconds, we will split the 20,000 dirham on these 5 amazing people who participated here with us. خلوني أنادي أمل النعيمي من الإمارات. Thank you so much. See you tomorrow.